صاحبة هذه روضة الأطفال. نوال، اليوم يعني هو يوم سعيد جدا بالنسبة للجزائريين. أنتم كمربي الأجيال، كيف يتم غرس هذه الروح، خاصة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوس الأطفال؟ فوالا، اليوم هو يوم سعيد ويوم مبارك، وهو يوم المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا مهم جدا لكم. حنايا عندنا روضة، حنا اصلا ملي يدخل لونفو وحنا نزرعوا فيه القيم الإسلامية والقيم الدينية. فوالا، الوغ لا اليوم يفوكو مارك هاد ليفينمون. إيبا لي زونفون تاوعنا كامل حفظوا، سخنا فيهم العادات تاوعنا، سخنا فيهم السيرة النبوية باش يقتديوا بها، الصدق، الأمانة، وهذا كامل راح نديرو ان شاء الله في جو عاصمي جزائري كي بريزونت لي كوتيم تاعنا. فوالا فوالا، والعاده تاعنا اليوم يعني العادات في الجزائر واش يميزها؟ ربما مش فقط بالنسبه للاطفال، واش يميزها مثلا في الاحتفال العادات والتقاليد؟ فوالا، حنا كوم نو سوم دي زارجيريان، نتبعوا دائما التقاليد تاعنا بيان سور كوم بارتو، كامل النواحي تاعنا، الطمينه، لي غاتو تراديسيونيل، الكريواش، الخفاف، البغرير، خبز تونس، نديروا الحنه للدراري نفرحوا معاهم باش هما يتعلموا ومام تو يفرحوا ويزهاو معانا ان شاء الله. مصور يورينا يعني على الاقل نشوفوا يعني بعض الحلويات الموجوده والاطفال الصغار ايضا الموجودين هنا امامنا. يعني هاد الحلويات الاسم تاعها حتى يعرفها المشاهد العربي. عندنا هنايا قريوش. وي هذا القريوش. نعم، عندنا هنايا خبز تونس. فوالا، يعني المولد النبوي معروف بكل حاجه معسله، حاجه مشربه، شربات. فوالا، عندنا الطمينه بيان سور، عندنا المقروط. المقروط ما كاش اللي ما يديرش في المنزل تاعو المقروط، سورتو يوم كيما هذا مبارك. فوالا، لاتاي، عندنا المكسرات، يعني ما لحقناش الله يبارك، راكم رانا مع المباشر. فوالا سيدة نوال، فقط على عجاله معي المصور، يعني يقومون بالحنه هنا للحناء يعني للاطفال الصغار، نستطيع ان على الاقل نشوف الصوره. تفضلي معي. يعني هكذا يتم الاحتفال. بها يبدا البادي، وبها يبدا البادي، صلاة على سيد رسول هو سيد الاسيادي. وتطلق زغاريد ايضا احتفاء بهذه الذكرى، ومثل ما نرى هناك فرحة كبيرة لدى الأطفال. وهذه المناسبة الدينية، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لديها خصوصية كبيرة في الجزائر. هل يمكن على عجالة أن تعطينا مثلا أنشودة صغيرة فقط لقناة الغد من طرف أحد الكتاكيت الموجودين هنا؟ على عجالة فقط. نعم، أعطينا فقط واحد من الأطفال. المصور اتبعوني بالصورة. أطفال اليوم كيما على بالنا، اليوم مش عندنا حفل النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، الآن راح نقدموا أنشودة لكامل الجزائريين، نقول لهم مولود نبوي مبارك، ونشكروا جزيل الشكر القناة تاعنا، ربي يبارك فيها، وان شاء الله دائما دائما ان شاء الله. نبداو مع تاتا نيهال الانشوده تاعنا. هاي سريع. لا 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 لا، ميلاده ميلاد حب وتعالوا محمد أنوار لسمائنا. هكذا يعني هي الاحتفالية بأجواء المولد النبوي الشريف في هذه روضة الأطفال. يوم نعم. كبير ومبارك على الأمة الإسلامية والجزائرية. كل عام وأنت بخير كريم، والأمة الإسلامية والعربية بألف خير. كريم قندولي مراسل الغد كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.